أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة. ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية التي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة. ودعت مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لنزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين.